أسعد بالاتصال مباشرة عبر الهاتف بسيدة فاتحة باشا، عضو جمعية أولياء التلاميذ. أهلا بك سيدتي. أهلا بكم، جمعة مباركة. شكرا لك. أستاذة فاتحة باشا، إذا كيف ترون مبادرة وزيرة التربية بأن تعطي الفرصة للتلاميذ من أجل امتصاص غضبهم بأن يختاروهم تواريخ اجتياز امتحان البكالوريا؟ أولا وقبل كل شيء، هنيئا لطلبتنا الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة، وتحياتنا الخالصة لكل الأساتذة. إذا احنا أولا، هذه المبادرة مستحسنة جدا 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 من طرف الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، لأننا عندما كنا في عين الإعصار في أيام الإضراب، كنا مشينا للقاعدة نتحدثوا مع أبنائنا الطلبة، وكنا تقربنا منهم. كان عندنا احتكاك كبير مع طلبة يعني المرحلة النهائي، وكنا عرفنا منهم أنهم يعني كانوا يطلبوا منا كجمعية وطنية ويقولوا لنا تمنينا لو كان الوزارة تستشيرنا وتطلب من الطلبة يعني تاخذ يعني أفكار من عندنا، احنا ماذا بينا نعطوا رأينا. إذا احنا طلبنا من السيدة معالي الوزيرة انها تقدم نداء للاولياء، نصائح للاولياء وللتلاميذ. اذا هذا الطالبه مساله الطلبه مصيرهم بين يديهم، يعني احنا اليوم نتمنوا هذا القرار ليخلي ان تكون هناك تواصل بين الطلبه ووزاره التربيه. هذا شيء رائع. نعم لماذا؟ لان ما نعم يخفلكمش أستاذة ان فتحي باشا. التلاميذ، نعم نعم تفضلي تفضلي أستاذة. ما يخفلكمش ان الطلبه عانوا كثيرا في مرحله الاضراب، وهذه ما لازمش نغفلوا عليها. اذا اليوم الطلبه هم اللي لازم يشاركوا ويعطوا الحلول ويقدموا بنفسهم ارائهم. احنا رانا امام العولمه والتكنولوجيا، لازم نشوفوا كيفاش نخلوا الباكالوريا اللي راح يكون على ابواب من الايام المقبله ان شاء الله يكون باكالوريا مبارك على المستوى الوطني. إن شاء الله. أستاذة فتحي باشا، أنت تمثلين أولياء التلاميذ، كيف سيتم مرافقة التلاميذ من أجل الاختيار الصحيح لتواريخ اجتياز امتحان البكالوريا؟ والله يعني اليوم احنا رانا مقسومين بين يدين وعين من الاولياء. هناك اولياء ما شاء الله يعني الحمد لله عندهم كفاءة كبيرة، كفاءة معنوية تربوية، يعني هناك عندهم قرابة من الابناء نتاعهم، يعني كان عندهم مرافقة بسيكولوجية، مرافقة يعني توعوية لابنائهم. هذا يعني مفروغ، يعني الحمد لله ما فيش يعني مشكل. هناك مشكل اللي نعانيو منه هو الاولياء اللي يديروا الضغط على الابناء وما يعرفوش كيفاش يتواصلوا مع ابنائهم. هذوك الاولياء احنا من هذا المنظر نقول لهم يعني رافقوا ابنائكم، يعني حاولوا تتماشوا مع هذه العولمه، مع هذه الاجراءات اللي راهي تخدم بالدرجه الاولى المدرسه الجزائريه، وخاصه راحه التلميذ اللي هي الاولويه، وهي من الاولويات اللي احنا نطالبوا بها كجمعيه وطنيه لاولياء التلاميذ. نعم شكرا لك استاذه فاتحه باشا، عضو بجمعيه اولياء التلاميذ، شكرا جزيلا لك.